بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 8 ماث فيرست تيرم يونت 1. هناخد ريفيجن على اليونت كلها، هنحل الاكسرسايز اللي عليها، هنحل الجنرال اكسرسايز او نحل المسائل بتاعت الامتحانات اللي على يونت 1. ايه رأيك نحل الجنرال اكسرسايز ولا نجيب اسئلة امتحانات؟ نجيب أسئلة الامتحانات. ماشي، هنجيب مسائل الامتحانات ونحل المسائل اللي هي جات على يونت 1. ماشي، بسم الله. The solution set of the equation x power 2 plus 3 x power 3 plus 1 equals 0. ماشي، دي بحلها ازاي؟ عايز ال x الأول، ده بقول إن ده هو equal 0 أو ده equal 0. أقول x power 2 equal negative 3، صح؟ بقول إن ده equal 0 أو ده equal 0، لان لازم واحد فيهم بزيرو، عشان زيرو ملتبلاي اي حاجه بزيرو او الاثنين بزيرو عادي. اول حاجه اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 3، اجيب السكوير روت، مش هتنفع، يبقى دي ملهاش حل، خلاص مفيش سكوير روت للنيجاتيف. طيب اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 1، اخد الكيوب روت، والكيوب روت هنا، يبقى الاكس بكام؟ من نيجاتيف 1. your solution set equal نيجاتيف 1. فاهمها ولا صعبة؟ تمام. ماشي، question 3، لأن question 2 على unit 2. تقدري تقوليها بمجرد النظر كده؟ 3 open interval negative 2 و close. اليونيون دي يعني كانت كلهم صح؟ يعني ادخل كله معاه، دي من اول negative 2 لحد 2، لحد 2 في هنا 0 طبعا. هي تبقى من اول negative 2 open لغاية 2 close. ادي النيجاتيف 2 لحد 2، بس النيجاتيف 2 انت قلت لي اوبن صح؟ هي والتو كلوز، والنيجاتيف 2 اوبن، دي اللي هي الانترفال الاولاني. واللي دخل لي معاهم نيجاتيف 2 0، نيجاتيف 2 حطها معاك في حساباتك اهي، والزيرو. ماشي، هيديني ايه لما ادخل النيجاتيف 2 0 للانترفال اللي هي الحمرا دي؟ طلع لي ايه؟ نيجاتيف 2 open لغاية 2 close. طب ما قال لي ادخل النيجاتيف 2 اهو، مش قال لي ادخل النيجاتيف 2 نيجاتيف تبقى 2 مش نيجاتيف 2 مفهوم، close. يبقى نيجاتيف 2 كلوزد، وكده كده الزيرو close معايا فوق يعني مش تفرق كتير. لغاية 2. تو كلوز، ماشي كده. ماشي. طيب نمبر 4، if the volume of a sphere is 9 over 2 by سنتيمتر كيوب. الفوليوم بتاع السفير 9 over 2 باي، الفوليوم بتاع السفير فاكرة كان ايه؟ 4 over 3 باي ار كيوب. عايز الديامتر، الديامتر يعني اجيب الار بعدين اعمله ملتبلاي. اجيب الار ازاي؟ اشيل كل اللي حواليه ده، ما دام هو لازق فيه كده انزله تحت بالايه، بالديفايدد، يبقى 9 اوفر 2 باي، اعمله ديفايدد 4 اوفر 3 باي، يطلع لي كام؟ حسبتها؟ نسوي ماشي، 27 over 8.
27 over 8. انا عايز الار عشان اعمل لها ملتبلاي 2 واجيب الديامتر. بجيب الار ازاي؟ اخد لها هنا كيوب روت وهنا كيوب روت. دي تطلع ار ودي تطلع كام؟ 3 over 2. يبقى الديامتر عبارة عن 2 ملتبلاي الار، يعني الديامتر هيكوال 3 سنتيمتر، مش كده؟ تمام. السؤال اللي بعده question 5. The multiplicative inverse of the number square root 3 plus square root 2 in the simplest form. simplest form يعني عايز يظبطه. تمام، متظبط اهو. يبقى اكيد المالتيبليكاتيف انفيرس هيبقى شكله ما مش مقبول. طب ايه المالتيبليكاتيف انفيرس ده؟ بشقلب النمبر. ايه بقول باكس ساين باك سم ساين اللي هو اديتيف انفيرس، لو فيها بلس وماينس. اديتيف ده اللي هو البلس انا اخليه ماينس او ماينس خليه بلس، لكن الملتبليكيتيف اشقلبه. لو هو سكور روت 3 اوفر 5 يبقى 5 اوفر سكور روت 3، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. طب ده اللي تحت 1 يبقى انا شقلبه 1 اوفر سكور روت 3 بلس 2. واللي خلتني اتاكد ان انا هشقلبه ان هو قال لي simplest form، يعني اكيد شكله مش هيبقى متظبط. لكن لو طلع كده سكور روت 3 ماينس سكور روت 2 هعمل له ايه؟ simplest form اهو جاهز اهو. ماشي، طيب ماشي. احطه في simplest form ازاي؟ طبعا لما بيبقى فيه سكور روت في الدينومينيتور بيبقى الموضوع مش كويس، لازم اتخلص منها. بتخلص بالسكور روت بعمل له ملتبلاي الايه؟ فاكره كونجوجيت تحت سكور روت 3 ماينس سكور روت 2 وفوق نفس الموضوع. ده ملتبلاي ده يطلع زي ما هو فوق سكور روت 3 ماينس سكور روت 2 وتحت سكور روت 3 مع سكور روت 3 3 بوزيتيف ونيجاتيف نيجاتيف سكور روت 2 مع سكور روت 2 2 3 ماينس 2 1 يعني يطلع سكور روت 3 ماينس سكور روت 2. تمام تمام طبعا لو كنا جبنا له الاديتيف، لو قال لي الاديتيف انفيرس بغير الساين بتاعتهم هما الاثنين، يعني نيجاتيف سكور روت 3 نيجاتيف سكور روت 2. تمام تمام ماشي. قولي if the radius length of a sphere is 6. sphere برضه عايز الفوليوم. الفوليوم دوت اللي هو ايه؟ فاكرة القانون؟ 4 over 3 by r cube. قولي ال radius ال r ب 6، أشيل ال r وأحط بدلها 6. 6 power 3 216 وباي هسيبها زي ما هي لأن الأنسر اللي طلع لي بالبا multiply 4 divided 3. ها تطلع بكام؟ 372 يبقى 828. مستر معلش عادة تاني. حاضر. الفوليوم بتاع السفير اهو 4 over 3 by r cube، لازم احفظه. هو بيقول لي ال r شيلها وحط بدلها 6. ال radius اللي هو ال r 6، شلت ال r وحطيت 6. 6 power 3 ب 216. تمام، يبقى 4 over 3 multiply by multiply 216. الباي بسيبها زي ما هي عشان هو ايه جايبها بالباي. الانسر اعملها ريليشن مع الباي، يعني بعمل 216 multiply 4 over 3 288. طيب number 3
2 كيوب روت 2 all to the power 3. باخد كل واحدة لوحدها. 2 power 3 8 كيوب روت 2 اللي مع الباور 3 هيطيروا مع بعض، يتبقى لي 2 تطلع 60. او هحطها على الكالكوليتر زي ما هي. ماشي. find the value of، شوف الامتحان معظمه جاي من unit 1. find the value of square root 8 plus cube root 54 minus 3 square root 2 minus half cube root 16. باخد بالي بقى ان في square root في cube root، يبقى ده ليه تعامل وده ليه تعامل. ده ليه numbers 4 وال 9 وال 16 وال 25، والكيوب روت ليه نمبرز تانية. بدور على ال 8 وال 27 وال 64 وكده. أمسك السكور روت 18، أروح على دول سكور روت، في حاجة في دول تعمل لي ال 18؟ ممكن حاجة في دول ملتبلاي حاجة؟ multiply 9. ماشي. طب كيوب روت 54 دي انت حافظاها تقريبا. 27 by ايوه by 2 by 2 صح. طب نيجاتيف سكور 3 سكور روت 2 دي ما جاهزة، مش هقدر اعمل فيها حاجة. نيجاتيف 3 سكور روت 2. نيجي لدي، دي كيوب روت 16، أدور على دول كيوب روت 16. 8 by 2 صح، يبقى ان ماينس هاف كيوب روت 8 by 2. ليه اخترت 9؟ عشان ال 9 هتطلع بره بكام؟ ب 3 بره السكور روت، يبقى 3 سكور روت 2. كل اخترت 27 في الكيوب عشان يطلع بره ب 3، يبقى بوزيتيف 3 كيوب روت 2 ماينس 3 سكور روت 2، مش هقدر اعمل لها حاجة. وال 8 دي هتطلع بره ب 2، 2 ملتبلاي هاف تطلع ب 1، يعني ماينس كيوب روت 2. 3 سكور روت 2 مع نيجاتيف 3 سكور روت 2، 3 كيوب روت 2 ونيجاتيف كيوب روت 2 يبقى 2 كيوب روت 2. بنزل الكيوب روت 2 زي ما هو واعمل 3 ماينس 1 تطلع ب 2. ماشي كده؟ ماشي. ماشي. عايز ال سهلة صح؟ طيب نمبر بي دي الانيكواليتي شكلها يخض، بس انا ما ايه ما تخضش يعني، بحاول ايه اظبطها على قد ما دلوقتي. دي اكس بلس 4 اوفر 2 اكس بلس 1 و 3 اكس بلس 1 اوفر 6. عايز اتخلص الاول من الدينومينيتور ده، ده 2 ده 6. اتخلص من الكبير الاول ازاي؟ اعمل له ملتبلاي 6 عشان 6 تروح مع 6، واعملهم كلهم بقى ملتبلاي 6. ماشي. 6 ملتبلاي ده 6 تروح مع 6 يتبقى لي 3x بلس 1. فهمت الحتة دي؟ أيوة. طيب ودوت برضه اعمل له ملتبلاي 6 يبقى 6x بلس 6. سمولر ده دي برضه ملتبلاي 6، دي هتروح مع دي تبقى لي 3، يبقى اعمل ده ملتبلاي 3 يبقى 3x بلس 12. بوزع ال 3 عليهم هما الاتنين. ماشي. ماشي كده 6x وهنا 3x و 3x. لازم اتخلص من ال 3x و 3x عشان يفضل عندي حاجة واحدة بس، بعملهم كلهم minus 3x. ده يروح مع ده يتبقى لي 1.
وده 6x minus 3x يبقى لي 3x plus 6، وده هيروح مع ده يتبقى لي 12. عايز اتخلص من السكس اوديها الناحية دي، والناحية دي برضه بنيجاتيف سكس، يبقى تري اكس اتبقت لي في النص، دي هتبقى نيجاتيف فايف ودي هتبقى سكس، صح؟ صح. بعدين اعمل ايه؟ بايت 3 هنا وبايت 3 هنا، ممتاز، 3 هنا ناقص و3 هنا. الساين. next sign اللي هو انا عملت divided او multiply negative، هو مع النيجاتيف، مع النيجاتيف بس، يعني 3 divided 3 دي عادية، لكن لو هعمل divided negative 3 هنا ايه اشقلب الساين، لكن بعمل divided دي عادي. 2 negative 5 over 3، تمام كده؟ ماشي. represent it on the number line، برسم ال number line. negative 5 over 3 في النيجاتيف يعني هنا، واعملها open عشان ما فيش equal، وال 2 هنا، وفي هنا في النص 0، يبقى دي نيجاتيف 5 over 3 وهنا 0 ودي 2، تمام؟ وأوصل تمام. ما بينهم. أنا أعملها بالانترفال سوليوشن سيت، عبارة عن إيه؟ أوبن انترفال الصغير الأول نيجاتيف 5 over 3 and 2 open برضو، صح؟ أي ماشي. نمسك question 5. question 5 جاي على the radius length of the base of a right circular cylinder. right circular cylinder its base radius length is 4 square root 2، يعني ال r 4 square root 2. عاملة تيبل للقوانين ديت وكده ولا لأ؟ لا، انا بس منهم الكتاب خلاص. ماشي. وال height بناي سنتيمتر، find its volume in terms of باي، يعني ما تشيلش الباي وتحط 3.14 او 22 over 7، سيبها زي ما هي، ماشي؟ its volume equal the volume of a sphere، find the radius length of a sphere، يعني بعد ما تجيب ال volume بتاع ال right circular cylinder تحط ال volume ده وتجيب ال radius بتاع sphere لو ليها نفس ال volume، يعني اديكي مسألتين في مسألة كده. طيب ال right circular cylinder فاكرة ال volume بتاعه كان عبارة عن ايه؟ كان باي ار 2 هايت بلاي هايت. ممتاز. بتاع السيركل الاريا بتاع السيركل وازود الايه الهايت، هو مديني كل حاجة 4 سكور روت 2 الار والناين اللي هو الهايت، واسيب الباي زي ما هي، يعني ايكوال كام؟ 4 سكور روت 2 باور 2 هتطلع 32 ملتبلاي 9 288، صح؟ صح. بول المفروض الفوليوم بتاع ال right circular cylinder ده هو هو الفوليوم بتاع السفير، عايز الراديوس بقى بتاع السفير، وحطه 188 باي. فاكر الفوليوم بتاع السفير 4 over 3 قلنا كتير النهارده، 3 باي 4 3 كيوب، ماشي؟ بشيل دوت
ودي الناحية التانية بال divided، يبقى ده divided 4 over 3 باي. تطلع كام؟260. صح. عايز ال R؟ عادي جبلها ال cube root. يبقى 6. R equals 6. ماشي كده، أول امتحان خلص. الأسئلة اللي جات فيها على يونت 1 في حاجة فيها تحسي محتاجة مراجعة ولا؟ لا كله تمام. الحمد لله. موديل 2 the surface area of a sphere of diameter length equal 14 سنتيمتر equal ايه؟ عايز ال area. الاريا بتاعت السفير 4 باي ار كيو. ارس، لا ار سكوير، صح. بصي فيها تاني شوية، كيوب ولا سكوير؟ انا فاكر انها سكوير. لا سكوير. ماشي. طيب انا مديني الديامتر، الديامتر بفورتين، يعني الارب كام؟ سبن. الراديوس نص ال 7 بار 2 اللي هو 49، يعني ايكوال كام باي؟ كم؟ 49 هنعمل مكتوب باي واحد 4. هنعمل 196 divided 4. احنا بنعملها divided 4، بقول 7 باور 2 اللي هي 49 مالتبلاي 4 طلعت 196 باور سنتيمتر سكوير. هي طلعت كده، ولازم اكتب اليون سنتيمتر سكوير. ها ايه اللي مش واضح؟ هلا وقف. ماشي. السؤال اللي بعده، سكور روت 8 بلس سكور روت 2 مالتبلاي سكور روت 8 ماينس سكور روت 2، 2 كونجيوجيت دول لما بعمل لهم مالتبلاي. الأول ملتبلاي الأول والتاني تبقى 8 ملتبلاي ماينس التاني. 2 تبقى 6. ممتاز، برافو عليك، صح. The conjugate of the number، عايز الكونجيجيت بتاع النمبر ده. خلاص بظبطه الأول بعدين أشوف الكونجيجيت بتاعه. ظبطه إزاي؟ مش في تحت سكور روت 2، أعمل ملتبلاي سكور روت 2 فوق، سكور روت 2 تحت، ده ملتبلاي ده يطلع 2 وفوق 2 سكور روت 10 ماينس 3 سكور روت كام؟ 4. تمام، او سكور روت 2 ملتبلاي سكور روت 2 ب 2، 2 ملتبلاي 3 ب 6، يعني اشيل ده واحط كام؟ 6. خلاص كده خلاص باخد بعد تو كده كومن هتحطوا فاكتور. 0 مع الطول. ما انا لا، لازم اخد كومن فاكتور الاول، ما ينفعش اشيل تو مع تو وهو معمول لها ماينس وبلس. اخد التو كومن فاكتور يتبقى لي سكور روت 10 ماينس 3، خدت من ده 2 ومن ده 2 ديفايدد باي 2، هنا اقدر اطير التو.
ماشي، يبقى لي سكور روت 10 ماينس 3. تمام كده تمام. ماشي. هنا بقى ايه الكونجوجيت نمبر؟ سكوير روت 10 بلس 3. ماشي، A cube whose volume is 8 centimeter cube. Then the sum of lengths of all its edges equal. عندي cube ال volume بتاعه بـ8، ال cube بتاع ال volume فاكرة اللي هو L cube، L multiply L multiply L ده بـ8، يعني ال L الواحدة بكام؟ بتو بتو سنتيمتر. هو بيقول لي the sum of lengths of all edges، هو الكيوب عنده كام edge؟ 12. 12 صح، 12. يبقى كل واحد بتو، يعني يطلع بكام في الآخر؟ هنعمل 12 باي 2. أيوة صح، هذا أقول 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 24. 12 تايم يطلع 24 صح. The solution set of the equation x multiply x power 3 minus 1. قلنا بحل المسائل دي ازاي؟ يا اما ده بزيرو يا اما ده اللي بزيرو صح؟ واحد منهم بزيرو، يبقى اول حاجة يا اما الاكس بزيرو اما اكس باور 3 ماينس 1 هي اللي بزيرو خلاص. اكس ايكوال زيرو خلاص، دي اول حل ان اكس ايكوال زيرو. اكس باور 3 ماينس 1 هودي الماينس 1 الناحية التانية بوزيتيف 1، واجيب الكيب روت يعني اكس برضه ايكوال 1. يبقى انا عندي حاجتين 0 وال 1 والسوليوشن سيت 0 1. تمام كده، تمام. شو ذا كوريكت انسر؟ ذا فوليوم اوف ا كيوب 27. بستخدم الكيوب، وبيني كل امتحان لما بيمسك حاجة بيفضل يجيب نفس الابليكيشن، كيوب عمال يجيبه. الامتحان اللي فات السفير فضل يكرر كيوب، هنا فوليوم بتاعه ب 27. The area of one of its faces، يعني ال L هتبقى بكام؟ بعد كده اعمل لها ملتبلاي نفسها. لو 27 تطلع ب 3، هو عايز بقى الاريا بتاعت one face، الاريا بتاع السكوير اللي هو ايه؟ L multiply L يعني 9 صح؟ صح. F 3 over 4 the volume of a sphere is 8 by centimeter cube، then its radius length كام؟ 3 over 4 ال volume 8 by، يعني 3 over 4 ال volume، يعني ال volume طلع بنمبر معين وانا عملت له ايه؟ خدت 3 ارباعه، يعني 3 over 4 ال volume طلع بيت بقى. يبقى ال radius length بتاع ال sphere كام؟ المفروض أنا كنت بحط ال volume هنا، بحط القانون 4 over 3 by r cube، و
واشيل ال 4 اوفر 3 دي واوديها الناحية التانية بالديفايدد وكده صح؟ طب انا مش عندي الفوليوم، انا معايا 3 اوفر 4 الفوليوم، اعمل ايه؟ عندي حلين، يا اما اجيب الفوليوم نفسه، مش عايز 3 اوفر 4 انا عايزه كله خلاص، يا اما اجيب 3 اوفر 4 هنا كمان، مش ده 3 اوفر 4 الفوليوم، احط لهم 3 اوفر 4 هنا كمان ويبقى دي هي هي دي. ها نعمل ايه؟ نحط 4 over 3 الناحية التانية وخلاص. ماشي، يبقى 3 اوفر 4 الفوليوم، حطيت 3 اوفر 4 هنا و 3 اوفر 4 هنا، دي طبعا راحت مع دي، 3 اوفر 4، 4 اوفر 3، 4 مع ال 4 وال 3 مع ال 3، 3 اوفر 4 الفوليوم اللي هي ب 8 باي، وهنا هيتبقى لي باي ار كيوب، الباي هتروح مع الباي لما انزلها تحت هنا هتروح، يبقى ار كيوب ايكوال 8، يبقى الار بتو. فهمت فكرتها؟ أيوة. reduce to the simplest form. ماشي عادي، اخد كل واحد وايه واعمل له reduce، ده square root 5 minus square root 3 وده square root 5 plus square root 3 وفي ما بينهم plus. في طريقة ان انا ايه اخد كل واحد على جنب واجيب الconjugate ماشي، وفي واحد ذكي شوية بيقول لما اجي اعمل بلس وانا هعمل الاتنين دول ملتبلاي بعض عشان اخلي كومن دينومينيتور، يعني كده كده الاتنين دول هعمل لهم ملتبلاي بعض، سكور روت 5 ماينس سكور روت 3 وهنا سكور روت 5 بلس سكور روت 3، ليه؟ عشان يكونوا نفس الدينومينيتور، لان ما اقدرش اعمل بلس او ماينس والدينومينيتور مختلف. طب وفوق قال لي مش انت عملت ده ملتبلاي ده، ده برضه اعمله ملتبلاي ده، يعني سكور روت 3 ملتبلاي سكور روت 5 بلس سكور روت 3 بلس سكور روت 5، اعملها ملتبلاي ده سكور روت 5 ماينس سكور روت 3 خلاص، ده ملتبلاي ده يطلع لي ايه؟ 5 ماينس 3 اللي هي، وفوق بقى ايه اعمل لهم ملتبلاي بقى سكور روت 15 بلس 3 والناحية التانية 5 ماينس سكور روت 15، ده مع ده وده مع ده، سكور روت 15 مع نيجاتيف سكور روت 15 3 بلس 5 8 ديفايدد 2 يعني 4. او لو العك ده او ناسي الطريقة بتاعة الكومن دينومينيتور اخد كل واحد مع بعض واظبطه، سكور روت 3 دي اعملهم الاتنين ملتبلاي سكور روت 5 بلس سكور روت 3 هيطلع لي تحت 5 ماينس 3 2 وفوق سكور روت 3 ملتبلاي سكور روت 5 بلس سكور روت 3 ماشي، اشوفه اوكي، ده هيطلع بسكور روت 15 بلس 3 ديفايدد 2 نعم مع عبد الرحمن جو. التاني دوت برضه اعمل له ايه؟ ملتبلاي سكور روت 5 ماينس سكور روت 3 ديفايدد سكور روت 5 ماينس سكور روت 3، ده برضه هيديني 2 وسكور روت 5 مع سكور روت 5 5 ماينس سكور روت 15، كده اقدر اعمل لهم الاثنين بلس بعض ماشي، سكور 5 هيروح مع سكور 5 3 بلس 5 8 وال 2 زي ما هي لان الدينومينيتور ما بعملوش بلس كوال 4. ها ايه الطريقة الافضل؟ تمام، لكن سهلة. ماشي ممتاز يا كده السيشن خلصت، احل دي بسرعة
ولا ولا عايزة ترتاحي شوية قبل السيشن اللي جاي؟ لا خلاص كفاية. ماشي خلاص، حل دي مش طالعة كده سلك. مش هومورك صح؟ ايه؟ في هومورك؟ اه مش النهاردة الخميس، لازم يبقى فيها ماركة كتير كمان. كيوب روت 128، قلنا بدور على ال 8 وال 27 64 وهكذا. 128 دي اللي هي 64 ملتبلاي 2، يطلع بره يبقى 4 سكوير روت 2 كيوب روت. اسف، 16 8 ملتبلاي 2 يعني 2 كيوب روت. طيب ماينس 2 54 دي حبيبتك دي 27 ملتبلاي 2 صح؟ 3 تطلع بره ب 2 يبقى ب 6 كيوب روت 2. كيوب روت 2 تنزل زي ما هي، 4 بلس 2 6، 6 ماينس 6 ب 0 يعني كله ب 0. خلاص كده خلاص ماشي. كده انت محتاجة اي حاجة؟ لا شوف ال homework general exercises اللي على unit 1.